أهلا بكم حلقة جديدة من برنامجكم عن قرب. أول أهداف الثورة اليمنية 26 من سبتمبر التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات. هذا الهدف من ضمن أهداف ستة ناضل الآباء والأجداد وبذلوا أرواحهم ودماءهم لتحقيقها. اليوم الميليشيات الحوثية تحاول استعادة الماضي الكهنوتي، وفي كل مرة تكشف أحد أقنعتها. وما القانون الحوثي الذي ظهرت به والذي يقنن نهب الميليشيات لأموال اليمنيين إلا أحد هذه الأوجه التي سقط القناع عنها؟ هكذا يأكل الحوثيون أموال الناس بالباطل، وهكذا يقتاتون على كد وعرق الملايين من أبناء الشعب اليمني تحت أكاذيب وخرافات وأساطير وترهات. 20 عاما وعصابة الحوثي تسفك الدم وتقتل النفس المحرمة وتحش العقول بأفكارها المسمومة الملغمة، وكل ذلك من أجل إرضاء غرورها وإشباع نزواتها للتفرد بالسلطة والثروة. قانون الزكاة هكذا سموه، وتحت عصا موسى وقميص عثمان مرروه، وعن طريق ما يسمى المجلس السياسي أصدروه. قانون تضمن مصطلحات عنصرية سلالية مقيتة يربأ الإنسان عن ذكرها، يتعاطى بها الحوثي في القرن 21، عصر الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية. 20% أو ما يسمونه الخمس من أموال الناس وموارد الدولة ومما تخرج الأرض والركاز والذهب والفضة، هكذا يستحلونها دون خوف أو وجل، وهكذا يورط الحوثي شريحة الهاشميين ويحشرهم في زاوية ضيقة ويستعدي الشعب اليمني بخرافاته من خلال هذه القوانين العنصرية بعد أن عاشوا لعقود كإحدى فئات الشعب لها ما له من حقوق وعليها ما عليه من واجبات. من قبل احتلالهم العاصمة صنعاء في العام 2014 وعيونهم على أموال الدولة والمجتمع بصورة فجة تكشف مدى جشعهم وهلعهم واندفاعهم لأكل أموال الناس. لم يكتفوا بأكل مرتبات مئات الآلاف من الموظفين على مدى 4 سنوات رغم اقتدارهم على دفعها، بل يستمرون في حرمانهم منها تحت ما يسمونه مظلومية صعدة أو المجهود الحربي، وها هم اليوم يكشفون قناعهم الأخير تحت مسمى الخمس. دائما ما يستغفل الحوثيون عقول الكثيرين بأنهم جاءوا من أجل إحقاق الحق، بينما البحر يكذب الغطاسين والواقع يعري المزيفين. في العالم بأسره لا يوجد تشريع يفضل فئة على أخرى إلا عند هؤلاء الذين يفترون باسم الدين ويحاولون تجييره خدمة لأهوائهم وأمراضهم المستعصية. على مدى قرون خلت والسواد الأعظم منهم يقودون حملات تجهيل واسعة ومنظمة لتمرير معتقداتهم، واليوم يكشرون عن أنيابهم وبكل صفاقة ويشرعون قانونا لنهب أموال الناس والدولة وتحويلها إلى جيوبهم الخاصة، ويتسببون في أكبر شرخ اجتماعي يهدد النسيج الاجتماعي باسم الدين الحنيف الذي هو منهم ومن أطماعهم براء. يرفعون شعار يد تبني ويد تحمي، بينما الحقيقة المطلقة التي أثبتتها وتثبتها الأيام هي يد تقتل ويد تنهب. فيصل الشبيبي، اليمن اليوم. أهلا بكم من جديد، وأرحب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ محمد مهدي الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا الشيخ إبراهيم همام وكيل شؤون التعليم بجامع الأزهر. مرحبا بكما. أبدأ مع الأستاذ محمد. أستاذ محمد مرحبا بك. أهلا ومرحبا بك أخي العزيز. نعم، كيف تنظر إلى ما قامت به الميليشيات الآن من تقنين لنهب
أموال اليمنيين؟ مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وعلى ضيفكم. الحقيقة يا أخي العزيز أنه لست مستغربا ولا يستغرب من يقرأ في تاريخ الحركة الإمامية الكهنوتية منذ 1200 عام إلى اليوم، ويدرك كلنا ندرك تماما أن هذه مسيرة يعني متسلسلة من الإجرام والسرقة والنهب في حق اليمنيين منذ ذلك التاريخ، منذ أن جاء الهادي بن حسين الرشدي حتى ما وصلنا إليه اليوم في ظل هذه الجائحة الحوثية التي سيطرت على العاصمة صنعاء وأجزاء من محافظات الجمهورية. الحقيقة أنه يعني لم كثير من الذين انصدموا يعني ليسوا مدركين لمسير هذه ما يسمى بالمسيرة القرآنية، وهي في الحقيقة مسيرة إجرامية، لأنها يعني أن الكارثة ليست فقط في النهب، بل تنص بعض كتبهم على أنه أن هذه الأموال التي تعطى لهم هي تطهير للذي يعطيهم، من يعطي هذه الأموال يتطهر بها حينما يعطيهم. هنا مستوى الحقارة التي وصلت بهذه الجماعة وبمشروعها الإجرامي. ولذلك أنا كنت كتبت اليوم على بعض مواقع التواصل أننا بحاجة إلى محاربة واجتثاث الفكرة الولاية من أساسها التي تفرعت عنها مثل هذه الأفكار والنهب. فكرة الولاية التي تحاول أن تقدس أسرة وسلالة محددة، وتحاول أن تطلع عليها نوع من هذه القداسة وتميزها عن الآخرين، هي التي أسست لمثل هذه المشاريع في نهب الناس وفي سرقتهم يعني. وتعددت الأسباب في سرقة الناس، كل يوم اخترعوا شيء. الجديد اليوم في قضية الخمس أنهم أرادوا أن يقننوا هذا الموضوع وأن يكون يعني قانونيا بالنسبة لهم، ويدعون طبعا ويكذبون أن هذا القانون كان سابقا، وفي الحقيقة هو يعني هناك هو موجود، هو استحدث الآن مؤخرا وتحت مسمى الخمس. الغريب أيضا حقيقة أنه لا زال هناك صمت كبير لدى القوى السياسية التي ربما تصدر بيانات أحيانا في قضايا تافهة، بينما قضية كهذه تطال حقوق الناس في ظل وضع الناس المأساوي والمعيشي والوضع الاقتصادي المتدهور وجائحة كورونا. يختار الحوثي هذا التوقيت أيضا ليخترع مثل هذه القرارات التي لها أبعاد خطيرة على المدى البعيد، وأبعادها على النص والنسيج الاجتماعي. اليوم الحوثي يريد أن يقطع ما تبقى من أي نسيج اجتماعي مع بين اليمنيين، وأنه أصبح الوعي بالنسبة لليمنيين في الداخل ربما أكثر من الذين في الخارج بخطورة هذه الجماعة. نعم. لا زالت بعض القوى للأسف تقدم رجل وتؤخر أخرى في تحرير البلاد من هذه الجماعة. نعم، ابقى معي أستاذ محمد إذا سمحت. الشيخ إبراهيم همام، وكيل شؤون التعليم بجامع الأزهر، مرحبا بك شيخ. مرحبا بك وأهلا وسهلا، بارك الله فيكم. أهلا وسهلا بك. يعني كيف تنظرون شيخ إلى ما تقوم به الميليشيات الحوثية من فرض قوانين بالقوة لنهب أموال الناس؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين وبعد. أخي الكريم، أعلم أن الخمسة كما ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى لا بد أن نفرق بينه وبين الزكاة. قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والخمس وارد بالكتاب والسنة، وعلى الحاكم أن يجمعه وأن يوزعه على فقراء المسلمين والغارمين منهم كما أمر الله تبارك وتعالى، وهذا يكون في الغنائم الحربية أو غيرها. ولكن الحوثيون يستغلون هذا استغلالا خاطئ تحت شعار لهم وجرم كبير: يد تبني ويد تحمي. هذا استغلال خاطئ، إنهم يستغلون هذه الأموال لسرقة الناس وأخذ أموالهم بالقوة والغصب، وهذا حرام شرعا، ويتفق ولا يتفق مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتفق مع كلام ربنا تبارك وتعالى على الإطلاق أبدا. ولذلك ما يجمعوه فإنه جمع باطل، وتوزيعهم باطل، وكل ما يفعلوه فهو باطل، وهذا شأنهم، شأن الجماعات المتطرفة
التي وجب على الإسلام الدفاع منها والدفاع منها والحرص منها والحرص عليها حتى لا تتغلغل في هذه البلاد. ولذلك الحوثيون يجب علينا ألا نعطيهم شيئا على الإطلاق، لأنهم يستغلون هذا استغلال خاطئ. نعم، ابقى معي شيخ إذا سمحت أستاذ محمد. يعني هل هذا مستغرب من هذه الميليشيات الحوثية؟ وأيضا هل هذه المحاولة جديدة أم أن هناك محاولات سابقة أيام الإمامة؟ أنا ربما أشرت في بداية حديثي أنني كمتابع وكقارئ لهذا التاريخ ولهذه الحركة الكهنوتية الإمامية لست مستغربا أن تفعل مثل هذه الجرائم وأن ترتكب مثل هذه الجنايات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وليست موجودة لا في تاريخ الأمة. وكما ذكر الشيخ الفاضل، هذه ما يسمى بالخمس كانت في قضية القتال بين الكفار والمسلمين، والغنائم يعطى منها الفقراء، يعطى الفقراء من الخمس، يعني المسألة واضحة من الناحية الشرعية. لكن هؤلاء كما ذكر أيضا التقرير يزيرون الدين ويستخدمونه في إطار مصالحهم الشخصية والمادية، في إطار البيع والشراء بحقوق الناس. اليوم طبعا الكارثة الكبرى أنه للأسف لا زال هناك من يتعاطى مع مثل هذه الأفكار ويحاول أن يسوقها، ويعتبر أن كل ما تقوله هذه الجماعة وهذه المجموعة الإجرامية يمكن أن يكون يعني لديه مستند تاريخي. وفي الحقيقة أنه يعني حتى النقاش معهم في الإطار الديني هو إساءة للدين الإسلامي. لا يمكن أن يقبل أحد أو عاقل أو يعني هل كان يمكن يعني أن 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 أن, أن أن تتحول أموال الناس في عهد الرسول إلى حالة من هذه؟ لن يدخل الإسلام أحد لو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشيء. هؤلاء يسيئون للدين الإسلامي ويسيئون لأنفسهم. أما من الناحية التاريخية فالتاريخ مليء بجباياتهم لأموال الناس وفريقتهم. لقد نشأت، أنا أقولها، لقد نشأت أجسامهم وأجسادهم على ثمن وبيض وأموال اليمنيين. هذه هي الحقيقة. يعني أنا أتحدث هنا عن من ينهب منهم، من ينهب منهم، فقد أجسادهم هذه نشأت من حقوق اليمنيين، وهي يعني من فريقتهم لأموال الناس. ولاحظ أنت الآن منذ أن حكمت الآن الحركة الحوثية في بعض المناطق أنهم استحدثوا أعياد، يعني كل يوم عيد المولد، عيد الغدير، عيد يوم الولاية، يوم كل يوم استحدثوا شيء من خلاله ينهبون ويسرقون اليمنيين. نعم، ابقى معي. ما الذي بقي حتى يعني لكثير من الأصوات التي لا زالت ساكتة حتى تسكت عن هذه الحالة؟ نعم، من السرقة. نعم، وهو سؤالي أيضا للشيخ إبراهيم همام. شيخ، يعني ما الواجب على الشعب في مثل هذه الحالة؟ وأيضا يعني كيف سيواجهون ما تقوم به الميليشيات الحوثية للوصول إلى مرحلة المواطنة المتساوية؟ أولا ما يجب على هذا الشعب من قوامة هذه الميليشيات الظالمة الغير عادلة التي تحكم بهواء نفسها فقط، لأن لا يهمها دين ولا يهمها وطن، وإنما همها التخريب والتكثير وجمع الأموال. فلو نظرت يا أخي الكريم إلى سؤالك هذا الأول لقلت الأول حتى تعرف وتتأكد أنهم ميليشيات يعني خاطئة ما أنزل الله بها من سلطان. إذا نظرت إلى هذا السؤال لابد أن تفرق بين الخمس في الزكاة والخمس نفسه. فالزكاة تجب في إيه؟ في الشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وفي النقدين الذهب والفضة. لكن الخمس يجب في الغنيمة الحربية والمعادن وغيرها والمال المختلط. كل هذا الإسلام بيّنه لنا وشرعه لنا، ولكن يجب على الشعب مقاومته وعدم الانصياع لهذه الميليشيات ومحاربتها واجب شرعا حتى لا تتغلغل في البلاد وتجمع الأموال من أجل أن تشتري بها الأسلحة وتقل وتدمر في البلاد والعباد. نعم، الشيخ إبراهيم همام وكيل وزارة شؤون التعليم بالأزهر الشريف، شكرا جزيلا لك. أستاذ محمد، يعني هل ظهرت على حقيقتها وماذا بعد كل هذا الوضوح الميليشيات الحوثية؟ هي ظاهرة بالنسبة لنا على حقيقتها منذ بدايتها ومنذ ولكن لمن تغرر بهم؟
طبعا بالنسبة لي لكثير، شوف كثير من الذين تحت إدارتها الآن جزء كبير منهم تحت القبضة الحديدية، لا يمكن أن يتحدثوا ولا يمكن أن يقولوا، وإن كانوا في داخلهم يكرهون هذه الجماعة. والجزء للأسف هذا الذي أو يضيعنا كثيرا ويسلمنا كثيرا، الجزء للأسف بدأوا يغتروا ويشعروا فعلا أنه ما تقول هذه الجماعة حق، خاصة في ظل هذا الخذلان الموجود الذي وصلنا له في عدم حسم المعركة، حتى أن بعض الناس بدأ يقول هؤلاء مؤيدين من عند الله لأنه لم ينتصر عليهم أحد وأنهم يواجهوا ما أدري كم دول. يعني الحوثي يسوق هذا الموضوع ويحاول أن يظهر على أنه مؤيد وعلى أنه ممكن أن يواجه العالم كله، وأنت تلاحظ من خلال وسائل إعلامهم ومستوى اللغة التي يتحدثون بها والغرور الذي يتحدثون به. اليوم نحن نقول على القوى الوطنية الجمهورية أن تدرك أن وحدتها وتقاربها واتحادها في مواجهة هذا المشروع الذي نهب أموال السياسيين ونهب أموال الشعب وأموال الناس كلهم أصبحت ضرورة أكثر من أي وقت مضى. يعني أن يظلوا تحت طائلة الصراعات والمشاكل واستحداث كل يوم مشكلة فيما بينهم ويتركوا الشعب بهذا الشكل، اعتقادي أن هذه الجريمة ترتكب في حق الشعب كما أن الحوثي يرتكب جريمة في سرقاته لأموال الناس، فالقوى الوطنية التي يعول عليها المجتمع ترتكب حقيقة جريمة كبرى في هذا التسويف وفي هذا السكوت وفي عدم تقاربها ووحدتها لمحاربته. الأستاذ محمد مهدي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. نعم، المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان الأستاذ وليد الأبارة، مرحبا بك أستاذ وليد. أهلا وسهلا. نعم أستاذ وليد، كيف يمثل هذا القانون أيضا يعني انتهاكا لحقوق الإنسان، وأيضا أنتم دعيتم البرلمان والمؤسسات والقطاعات الشعبية للتصدي لقانون الخمس الحوثي، ما المتوقع؟ أولا أود أقول بأن جماعة الإرهاب الميليشياوية الحوثية هي جماعة غير قانونية، وكل ما يصدر عنها سواء كان يتوافق مع الدستور اليمني أو قوانين حقوق الإنسان أو لا يتوافق مع هذه القوانين هو باطل دستوريا وأيضا دوليا. فيما يتعلق بهذا القانون، الملفت للنظر في هذا القانون أنه قانون عنصري، وربما يكون أخطر وثيقة عنصرية بعد الوثيقة الصهيونية ووثيقة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا وكذلك القانون النازي. نحن نتحدث عن قانون يقسم المجتمع إلى مستغلون ومستغلون، إلى سادة وعبيد. هناك فرز لا وطني أو ما فوق وطني، بمعنى القانون يقسم المجتمع اليمني إلى اليمنيين وأيضا الهاشميين، وبالتالي هذا الفرز سينتج عنه المزيد من توسيع الهوة الاجتماعية بين الفئتين، بالإضافة إلى تعميق الجراح والانقسامات الداخلية، بالإضافة إلى أنه يعكس أي محاولات زي إقامة السلام والسلام في المستقبل أو إقامة دولة ذات هوية مشتركة، بالإضافة إلى أن القانون يعد سابقة في الإسلام وأيضا سابقة في اليمن. نحن بدورنا في وزارة حقوق الإنسان وبعد الدعوة التي وجهناها أيضا، نحن بصدد بالتشارك مع وزارة الشؤون القانونية بصدد إعداد قانون يتهم أو يجرم الفكرة الأسترالي العنصري وأيضا يتهم هذا القانون بالعنصرية، سيقدم للبرلمان إن شاء الله خلال شهرين. لا يهمنا إن كان بالفعل هذا القانون مر على ما تبقى من البرلمان، وصنع على الرغم أنه لا نصاب للبرلمان هناك ولا يوجد أي أساس قانوني ولا دستوري لهذا القانون، لكننا سنستمر بالضغط. نحن أيضا بوزارة حقوق الإنسان قمنا بترجمة هذا القانون، وأيضا خلال الأسبوع القادم سنبعث مجموعة من الرسائل إذا فيها رسالة تتضمن هذا القانون وبالترجمة باللغتين العربية والإنجليزية وأيضا بالفرنسية، سيسلم للأمين العام المتحدة أيضا لرئيس مجلس حقوق الإنسان للمفوض السامي، بالإضافة إلى الهيومن رايتس ووتش إلى منظمة التعاطف الدولية أيضا الاتحاد الصليب الدولي الأحمر الدوليين، كل هذه المنظمات ستطلع على هذا القانون عن كثب. نود أن نحدث حراك دبلوماسي على المستوى الدولي وأيضا على المستوى الداخلي داخل المؤسسات الشرعية،
هذا القانون لا يمكن ابدا ان ان ان, أن يتم الترويج له على المستوى الثقافي، لانه كما شاهدت اخي العزيز من خلال التواصل الاجتماعي شاهدنا انقسام مجتمعي عنيف، ادى هذا القانون الى مزيد من تهجير مشاعر الكراهيه، مشاعر البغضاء، بالاضافه الى انه يشجع فئه الهاشميين تقريبا على الالتحاق بهذه الجماعه، كون هذا القانون يمنحهم المزيد من الامتيازات وهي امتيازات خصوصيه وايضا ريعيه، واعتقد على ان المجتمع تنتقل المواجهات هي على الرغم ان احنا كنا نحاول في الحكومه الشرعيه ان نجعل من هذه المواجهه العسكريه مواجهه سياسيه، بمعنى هناك جماعه انقلبت على السلطه والحكومه الشرعيه تحاول استعاده سيطرتها على كامل اراضي التراب الوطني، على الرغم ان الجماعه الحوثيه كانت تحاول منذ البدايه تطريف هذه المعركه، ولكن الان بعد هذا القانون ربما تصبح الحرب تتخذ طابع وجودي، بمعنى ليس على المجتمع اليمني خيار الا الدفاع عن نفسه وحقوقه وعرضه وماله. وهذا القانون الملاحظ فيه ان هذه الجماعه التي تعيش مواجهات في اكثر من 27 جبهه، وهناك حالف دولي ضدها، وهناك المزيد من القرارات الدوليه، اكثر من 6 قرارات دوليه كلها تدين هذه الجماعه وطلبها بالانسحاب بدون تسليم اسلحتها، الا ان هذه الجماعه اقدمت على مثل هذا القانون، بمعنى ان هذه الجماعه لو لم تكن تعيش حرب ربما لشاهدنا ما هو أسوأ من هذا بكثير، ربما لشاهدنا ما هو أسوأ من هذا بكثير، وهذا ما يجب التصدي له الان، وما يجب الانتباه له. هذه الجماعه ارهابيه بالفعل مثلها مثل داعش والقاعده، اذا لم يتم التصدي لها بحد ستذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. نعم الأستاذ وليد، الإبارة بقى معي إذا سمحت. الأستاذ عبد الرحمن معزب عضو مجلس النواب، مرحبا بك. أهلا وسهلا. يعني لو لم تعش الميليشيات كما أفاد ضيفي الحرب كانت أقدمت على ما هو أكثر من ذلك بكثير، يعني كيف يمكن التصدي لما تقوم به الميليشيات، وأيضا التصدي لهذا القانون الذي سنت به الميليشيات أيضا نهب أموال الناس وأموال اليمنيين بالباطل؟ التصدي هو يجب أن يكون شامل شعبي ورسمي وحقوقي ومن مختلف الجوانب. هذه الجماعات تريد أن تستبد اليمن، تريد أن تصور حقوق اليمنيين فكرا ورأيا ومالا ومن مختلف الجوانب، لا يقتصر الموضوع في جانب محدد. ما ظهر في هذا القانون هو يعني أو اللائحة المصطنعة يعني هو أظهر الجانب العنصري والتفكير الذي لم يظهر سابقا في هذه الجماعة، لأن كل موارد الشعب اليمني السيادية من زكاة ونفط وأسماك وغيرها لهم 20%، لهم الخبز. هذا هو شيء مهين. ما هو ذنب اليمنيين؟ يعني ليس لديهم ذنب، آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم برسالة، فأتى من يحاول أن يستغل حب اليمنيين للإسلام لكي يستعبدهم، لكي يستبدهم، لكي يهينهم، لكي ينهب أموالهم. الكلام لا يجوز، هذا ولا يعملون يعني لتحويل الرأي اليمني إلى جانب آخر. اليمنيون أول من يعني أسلم وسيظلون تسكن بكتاب الله، ولكنهم لن يداسوا أو لن يعني يصبحوا رفيق لأحد. بني من أين أتت؟ إذا كنتم ما زلتم أنتم تأخذونها هاشمية قرشية، فتقاتلتم أنتم في مكة أولا وتأتون إلى اليمن لتحكمون بني وبني. اليمنيين دولة وحضارة كبيرة لا يمكن أن يستغفلها بعض الطامعين. هناك جهل صحيح، لذلك يعني كثير من عمل الشعب يعني الدولات الثقافية ما يسمى الدولات الثقافية بما يستفزونهم من ناحية التدخلات، وهم من وضع التدخلات في اليمن وهم من جرب التدخلات في اليمن. هذه اللائحة هي بعيار تمسك اليمنيين بالحرية من عدمه، وعلى كل له مسؤوليته. هناك ثورة ثقافية شعبية كبيرة ضد العنصرية القائمة من قبل الحوثيين، ويجب أن تصل هذه الثورة الثقافية إلى مختلف الجهات، برلمانية، حكومية، أممية، منظمات دولية، يعرفوا ما يمارس فيه حق الشعب اليمني من عنصرية. إذا كانت ما حدثت في أمريكا لعبد أو لشخص ذو بشرة سوداء من شخص يعمل بالقانون طريقة عفوية ليست منهجة وليست منصوطة، وحدثت هذه الانتفاضة الأمريكية والدولية ضد ما يسمى ضد العنصرية،
فكيف بمن يريد أن يجنن على الشعب اليمني عنصرية؟ نعم الموضوع كبير. ابقى معي شيخ إذا سمحت، ابقى معي شيخ إذا سمحت. آخر سؤالي لك أستاذ وليد، يعني هل يعتقدون أن يعني أن الشعب اليمني سينصاع لكل ما تقوم به الميليشيات الحوثية من تشريع يفضل فئة على أخرى؟ طبعا الإقدام على مثل هذا القانون في مثل هذا الظرف، هم في المجمل قد صادروا كل أموال الدولة بشكل عام وهم يستخدموها لمصلحتهم، ولكنهم أيضا يريدون، لأن المواطنين بدأوا يتحدثوا في المناطق التي يسيطرون عليها، وأيضا في كل عموم اليمن، بأن الحوثيين خلال 5 سنوات جاءوا من الجبال ولا يمتلكون شيئا، والآن أصبحوا يمتلكون السيارات الفاهرة ويمتلكون الفلل ويمتلكون الأرصدة والشركات العابرة للحدود، وأيضا يمتلكون كل شيء. فهم مثل هذه القوانين تبرر أمام الآخرين بأنه لديهم موارد قانونية يستخدمونها. أنت تتحدث على أنه ميزانية اليمن في العام 2011 كانت تقدر ب 12 مليار دولار، 80% من هذه الميزانية هي من موارد النفط والغاز. لو تحسب 20% فقط من 80% ربما سيكون لهم 1,800,000,000 دولار فقط من مستحقات النفط والغاز خارج باقي الموارد السيادية. إذا أنت تتحدث على مبلغ كبير جدا تستلمه قرابة 50 أسرة فقط، ابتداء بيت المتوكل، بيت الشامي، بيت الحوثي، بيت المنصوب وبقية هذه الأسر. بمعنى هذا القانون الجريء هو بعد أن قامت الميليشيات خلال 5 سنوات بارتكاب كل الجرائم، من ابتداء من جرائم الحرب، جرائم الإنسانية، ولم يتخذ ضدها إجراءات حاسمة، بالإضافة إلى أن الانتصارات الأخيرة التي حققوها في نهم وفي الجوف منعتهم أو منحتهم مزيد من الثقة بالناس، وبالتالي قاموا على الإقدام على مثل هذا القانون. وبالتالي الموضوع برمته متعلق بالواقع العسكري. الواقع العسكري هو من يحدد طبيعة السياسة في هذا الوقت. إذا حدث تقدم حقيقي وانتصارات كبيرة وتم كسر شوكة الحوثيين في المزيد من الجبهات، سيرضخ الحوثيين وربما يتخلون عن مثل هذا القانون، ولكن في حالة استمر الحوثيين سيصبح هذا القانون أمر واقع، وهو الآن أمر واقع. الحوثيون يبتلعون كل الأموال، فتحوا سوق سوداء، يبيعون كل شيء، يبيعون حتى المساعدات الإنسانية، حتى الأكسجين اليوم يباع في السوق السوداء، وبلغت سعر الصورة الواحدة قرابة 200,000 ريال. نعم. ماذا توقع؟ نعم، الأستاذ وليد الأبارة الناطق الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك شيخ عبد الرحمن. وهو آخر سؤال لك أيضا، يعني ما نتائج مثل هكذا قرارات وهكذا لوائح وأيضا يعني قوانين تحاول سنها الميليشيات الحوثية، وما الذي سيترتب على ذلك؟ اسمح لي أن أقول لك، بالنسبة للجانب المادي والحصد الأموال هم ليسوا بحاجة إلى قانون. هم الآن يصادرون الأموال اليمنية 100% بقوة السلاح، فليسوا بحاجة إلى قانون حتى يحصلوا على 20%، لأن الكل يدهم، إضافة إلى الفارق في سعر النفط الذي يتاجرون به، وهذا يعني يؤسس إمبراطوريات مالية، ولكنهم يريدون أن يؤسسوا مبدأ وتجافة لدى الشعب اليمني ولدى كل فرد الشعب اليمني أن نحن مفضلون عليكم. وهنا الإجابة كبيرة ومتعددة في جانبها الاعتباري، في جانبها المعنوي، في جانبها الإنساني، في جانب التمييز، في جانب العنصري، معاني كبيرة أكثر مما يحيط الجانب المادي. بالرغم من الجانب المادي أيضا أنهم سنوا لأنفسهم يحكمون ويسنون لأنفسهم ويأسسون لأنفسهم، لأن كل ما تنتجه اليمن لهم 20%، هذا في حالة وجود حكم آخر غير حكمهم، أما في وجود حكمهم فهم يأخذون 20 وغير 20. فهذا يعني يحتم على الشعب اليمني. الشعب اليمني طبعا الشعب اليمني رافض، الشعب اليمني مستنكر، والشعب اليمني، ولكن كما ذكر المندوب شؤون وزارة حقوق الإنسان، أي أن العملية هي عملية قوة وغلبة، طالما حققوا انتصارات هنا وهناك فهذا جعلهم ينفخون عيشهم ولا يبالون بمشاعر الشعب اليمني ولا بحقوقه ولا أبسط الحقوق التي حصلت عليها الأفارقة. نعم. فضلا عن العالم الأول والعالم الثاني. نعم. والعرب. نعم، الشيخ عبد الرحمن معزب عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك، والشكر لكل ضيوفي في هذه الحلقة وللمشاهدين الأعزاء، في أمان الله.